كنت في يوم قاعد عند صديق ليا كان عازمني على الفطار. خلصنا فطار وقعدنا نشرب الشاي، سمعت صوت ابوه قاعد عمال يتكلم في التليفون، صوته عالي جدا، بيكلم حد ويقول له كل سنه وانت طيب، عامل ايه، ربنا يحفظك، طمنينه عليكم، طيب عايزين نشوفكم، ويقفل ويبدا مكالمه تانية. ازيك يا ابو محمد، اخبارك ايه انت والعيال، كل سنه وانتم طيبين، ما تيجوا بقى ناكل الكحك والبسكوت. شوية كده ومكالمة جديدة ويقول فيها انت بقى لازم تتضربي علشان مش بشوفك، كل سنة وانت طيبة يا منال، طمنيني على العيال، خلي بالك منهم، لازم تيجوا بقى علشان تاكلوا الكحك والترمس. فقلت لصاحبي ايه ده يا ابني، هو ابوك فاتح سنترال ولا ايه؟ ضحك وقال لي هتلاقيه ماسك اجندة يا ليلة العيد انستينا. ضحكت وقلت له ايه الاجندة دي يعني؟ قال لي ابويا عنده عادة من زمان جدا، عامل اجندة ومجمع فيها كل أسماء القرايب والصحاب والأهل، وكل سنة قبل العيد لازم يقعد ويفتحها ويكلم واحد واحد، يسمع صوتهم، يطمن عليهم، يقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وممكن يقعد يومين كمان يعمل كده، وقتها بيكون مبسوط وفرحان، وهو بالنسبة له العيد ده هو كده. قلت له طب ما يبعت رسالة مجمعة على واتساب. ضحك وقال لي طب استنى بقى أجيبهولك علشان الموضوع ده بيضايقه جدا. المهم دخل وجاب باباه وجه وقال له محمد يا بابا بيقول ان انت ممكن تبعت رسائل على الواتساب مجمعه وكده يعني. ابتسم وحط ايده على كتفي وقال لي بص يا محمد، القلب من ساعه ما ربنا خلق الكون وهو بيشتغل بنفس النظام بتاعه، لا تغير بتطور التكنولوجيا ولا تبدل بسبب النت، القلب هو القلب، بيحس المشاعر بالصوت واللسان، باللهفه في الكلام، بالسلام والالفه بالعيون في المقابله، بحاجات كتير جدا. مهما اتطور العالم وبقى فيه إعجاز مش هيتغير هو برضه، وهتفضل الدقة القديمة هي اللي بتحس المشاعر بالصوت مش برسالة الواتساب. بيقول لي عارف يا محمد، أنا مش بحس بالعيد غير لما بمسك الأجندة بتاعتي دي وألبس نظارتي وأقعد أكلم الناس، أسمع صوتهم وترحيبهم بيا، يحسوا بيا وبوجودي وبحب ليهم، أحس بفرحة العيد في صوتهم، ساعتها بحس إن الدنيا كلها فرحانة معايا. الرسالة الموحدة اللي انت بتقول عليها دي ما فيهاش اهتمام، انما لما تكلم كل واحد وتندهه باسمه كده انت بتديله احترامه ووقاره. عارف الرسالة الموحدة دي مش ببص عليها اصلا، بحس انها مجرد تحصيل حاصل، لا فيها مشاعر ولا فيها كلام من القلب، مجرد حاجة كده بنرضي بيها ضميرنا وخلاص. ومن هنا انفك رباط الود بين الناس، لما بقينا نكتب واحنا مستخبيين ورا الشاشة، هو ده العيد بقى؟ هي دي الفرحة؟ وكمل وقال لي عارف يا محمد، السنة اللي أنا تعبت فيها والأجندة ما كانتش معايا كنت حاسس إني بموت، مش من التعب، لأ، من إني ما سمعتش الصوت اللي بحبهم وبيحبوني. بس أقولك تليفوني يوميها ما بطلش رن، كل اللي أنا مديت لهم حبال الوصال قبل كده كلموني علشان يسمعوا صوتي، لأني بنيت يا محمد، بنيت أرض خصبة، أرض خصبة من الود والقرب بيني وبين الناس، وكانوا فعلا ونعم الونس في ليلة كنت مفتقدهم فيها ومحتاج لهم أشد الاحتياج. فبالله عليكم يا جماعة سيبوا الشات، سيبوا الشات وارجعوا شوفوا بعض من تاني، اسمعوا صوت بعض، احفظوا ملامح بعض من تاني، ده العمر مفهوش وقت نضيعه في البعاد، المسوا بعض، اشبعوا من بعض، وخلوا الأرواح ترتوي وترجع الود يرفرف حوالينا من تاني. الجماد اللي في ايدينا حولنا الجماد زيه، ونسينا الطعم الحلو للايام، ودقه القلب وبسمه السلام وحنين السمع ولمعه العيون، احسبوها صح والحقوا نفسكوا واشبعوا من بعض قبل ما العمر يفوت، الايام بتجري واللي فاضل مش كتير. الى اللقاء.